السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الرابع الإعدادي في الوحدة الثالثة من الدرس الخامس حرمة تكفير المسلم. الإسلام دين الرحمة والإنسانية، ولقد كرم الله تعالى الإنسان وفضله على كثير من مخلوقاته وسخر له ما في جميع الكون لكي ينتفع بها. ومن جملة تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان أن الله تعالى أمر بحفظ النفس الإنسانية وأمر بالقصاص على من يزهق نفسا خلقها الله سبحانه وتعالى بغير حق أو بغير ذنب. ثم جاءت السنة النبوية الكريمة تحذرنا آفة عظيمة وخطيرة هي كبيرة من الكبائر أو خطيرة، أمر خطير جدا، وتستبيح به حرمة ما أمر الله تعالى به. فأكد الإسلام على أن النفس الإنسانية يجب أن تحفظ ويجب أن تصان، وأكد هذا الأمر الخطير بأن تحفظ النفس الإنسانية، لأن أعداء الإسلام جعلوا مسألة التكفير من المسائل التي فرقت بين الأمة. فإذا جاءت السنة النبوية تحذرنا من آفة عظيمة وخطرة تستبيح حرمة ما أمر الله تعالى بحفظه، إذ ابتدعها أعداء الإسلام، ألا وهي التكفير. فقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: كفوا عن أهل لا إله إلا الله ولا تكفروهم بذنب، فمن كفر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فإن خطورة التكفير تكمن في استباحة حرمة المسلم، دمه وماله وعرضه. وفي وقت عصم الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم دماء من قالوا لا إله إلا الله، فقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله حتى يلقى الله تعالى. أي من قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه حتى يلقى الله، فيكون حسابه على الله تعالى. لكن هؤلاء المتطرفين راحوا يكفرون بحسب أهوائهم ونسوا أن الله تعالى رقيب عليهم، سيحاسبهم على جرمهم وتشويههم للإسلام الذي تجلى للإنسانية في صورة لا إله إلا الله التي صدح بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فابتدى بها شعار التوحيد والسلام والمؤاخاة، فكان الناس كما قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام: صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فبعد شهادة لا إله إلا الله جاءت الشهادة والإقرار لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة الإلهية، لتنطلق رحلة التسليم والإيمان نحو الله سبحانه وتعالى، ويقف الإسلام في وجه ومواجهة الشرك والإلحاد وأصحاب السلطة والجاه من طواغيت الأرض. فبهاتين الشهادتين تتحقق وحدة العقيدة الإسلامية في أساسيها المهمين، وهما توحيد الله سبحانه وتعالى والتسليم بالرسالة الإلهية. فتقوم العلاقة الإنسانية على أساس هذه العقيدة في الحقوق والواجبات وحفظ الحرمات. فعن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالتكفير من الأشياء الخطيرة، من الأشياء التي أدت بالمجتمع إلى التمزيق والشتات وإلى التطرف بكل أنواعه. فلا يحق لأحد أن يكفر من قال لا إله إلا الله
محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحصن الإسلام المسلم بذلك وتمم الحجة الشرعية على من نطق بالشهادتين وحفظ له حقه في الحياة وفي جميع الحقوق. وقد يصدر من الإنسان ما يخالف أو يعصي به الله سبحانه وتعالى، لكن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتوبة، بالإنابة، لا بأن نكفر المسلم الذي نطق الشهادتين. وأحكام الإسلام التفصيلية ضمن جميع الحقوق وبين جميع الواجبات، فحقن دماء المسلمين وحافظ على أموالهم وأعراضهم، فلا يجوز رمي أي مسلم بالكفر. ومن جوز تكفيره ومن أراد تفتيت وحدة المسلمين وتمزيق شملهم فقد احتمل بذلك وزرا وبهتانا عظيما. فذكر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: من قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسا بشيء عذبه الله بما قتل. فهذا موروث إسلامي اتفقت جميع المذاهب عليه، وأكدت عدم أحقية أي جهة بتغيير أو تلاعب أو زيادة أو نقصان أو تحريف في ذلك. فكيف يحق لمن يدعي الإسلام أن يكفر الآخرين الذين يجمعهم جميعا قول لا إله إلا الله ويظلهم الإسلام؟ فالإسلام دين المحبة والسلام، يسعى لإسعاد البشرية جمعاء، فمن يدعي الإسلام لا يمكن أن يخالف أوامره بالتكفير أخاه. فكما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. فإن من سعى لتكفير المسلمين أو إباحة قتلهم فهو إلى الكفر أقرب، كما بينا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إنه يشوه الإسلام، هذا العمل يشوه الإسلام ويمزق شمل المسلمين ويكون سببا في غضب الله علينا، لأنه لا يحق لأحد أن يكفر من يشهد لله بالوحدانية ويشهد لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالرسالة الإلهية مصدقا به، مؤمنا به، مقتديا بسنته. لا يجوز لك، لا يجوز لأحدا كائنا من يكون أن يكفر من ينطق بالشهادتين. وهذه الأحاديث التي ذكرناها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبين عدم الرمي بالكفر، بكلمة الكفر، رميك بالكلمة، فكيف تقيم حكما شرعيا بالتكفير على أي إنسان ينطق بالشهادتين؟ لا يحق لك ذلك إطلاقا. فلقد عصم الله سبحانه وتعالى دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وبين الحرمة التي فيها. فالنفس هي هبة الله سبحانه وتعالى، لا يحق لأحد أن يخترقها أو يزهقها أو يقوم بقتلها أو إيذائها بأي وسيلة من الوسائل. فالإسلام دين جعل من النفس الإنسانية في القائمة الأولى في جميع مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وكرمها الله سبحانه وتعالى، وذكر تكريم الإنسان في كتابه العزيز، وسخر جميع ما في هذا الكون لخدمة هذا الإنسان. فإذا الإنسان بالشكل العام جعل الله له سبحانه وتعالى له هذا الكون مسخر، فكيف بعباده الذين يؤمنون به ويوحدونه ويسيرون على نهج رسولنا الكريم خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلا يحق لأحد أن يكفره ويقوم بعملية التكفير، فهذه تمزق شمل الأمة. ولقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي المسلم بالكفر كقاتل المسلم،
وكلنا عندنا علم أن القاتل في النار. هذا تجديد ووعيد لعدم التسهيل بمسألة أنه أكفر مسلم، لا يجوز لك، لا يجوز. واعلم عزيزي الطالب وعزيزة الطالبة أن الإسلام دين وحدة، دين إنسانية، دين كرامة، دين رحمة، دين يأمرنا بحفظ أنفسنا وأموالنا وأعراضنا، وأن لا نتجاوز على الآخرين مهما كان. فإذا ما هي وجهة أنظارهم في تكفير المسلمين؟ لا تقوم على دليل ولا على برهان إطلاقا. فإذا تحريم حرمة تكفير المسلم، تحريم أنك حرام عليك أن تكفر المسلمين جزافا، لا يجوز حتى وإن كان ذلك مزاحا، مزاحا لا يجوز لك، فكيف بالفعل الواقع؟ فالمسلم عند الله عزيز، والمؤمن عند الله كريم عزيز له مكانته. فمن آمن بالله حفظ الله له حقوقه وبين واجباته. فالإسلام بين لنا جميع ما يختص بحياة الإنسان ونظمها وبينها ويسرها، وجعل باب التوبة مفتوح إلى أن تغرغر الروح أو إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فيحدث من الإنسان الهفوات، ويحدث من الإنسان الخطأ، الإنسان غير معصوم، لكن باب التوبة مفتوح. لا باب التكفير لك أن تكفر الإنسان، لا يحق لك ذلك إطلاقا، لا يحق لك ذلك. وإن رأيت من المسلم بعض المعاصي أو الأخطاء، فالله سبحانه وتعالى فتح لنا باب التوبة وبين أن الله يبسط يديه في الليل ليتوب على لمسيء النهار، ويبسط يديه في النهار ليستغفر مسيء الليل. فرحمة الله سبحانه وتعالى عظيمة شاملة. فمن أنت حتى تكفر من آمن بالله؟ من أنت حتى تقوم بتمزيق شمل هذه الأمة وتفريقهم؟ فهذه المسألة خطيرة جدا، لا يحق لأحد أن يقوم بها، ولا يحق لأحد أن ينطق بها. قلت لك عزيزي وعزيزة الطالبة، لا يجوز لك مزاحا، مزاحا أن تقول هذا الكلام، فكيف تقول هذا الكلام أو يصدر هذا الكلام؟ إذن عزيزي وعزيزة الطالبة، إياك أن تمازح في هذا الأمر ولو كان مزاحا. إذن بينا حرمة تكفير المسلم، وأنه لا يجوز بأي وجه من الأوجه. إلى هنا انتهى درسنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.